يا رانيا هاتي ازازه مي من عندك يا رانيا. ما كفايه ميه يا عادل بقى، هو في ايه؟ كفايه ميه ليه؟ ما الميه كتير وببلاش نشرب زي ما احنا عايزين. ياسمين سيل توبلي غيري بقى المحطه الكرتون دي بقى، عايزين نتفرج على حاجه مظبوطه. يا بنت احنا زهقنا باللي بتشوفيه ده، شوفي لنا محطه الفضايح اللي فيها هزقني وهزقك. صحيحي ده النهارده جايبين اتنين ممثلين اتطلعوا قبل كده، وان هما بقى هيقطعوا بعضيناتهم بقى. الله بقى الله، لو يجيبوا وش بعض بالموس كده ويشقوا هدوم بعض يا تبقى فضيحه بجد. يا بابا يا بابا انا عايزه كرتون. هاتي ولا كرتون، وكفايه بقى فضايح وقله ادب بقى، انا عايزه اتفرج على قناه الشلال علشان البروجرام نقطه نقطه. نقطة نقطة ايه البرنامج ده؟ ده برنامج عايز جلدة ولا ايه؟ جلدة؟ لا تسخر يا عادل، ده بروجرام مهم جدا بيتكلم عن نقص المياه في العالم كأجمع. كأجمع ايه؟ المية اساسا مفيش اكتر منها. ليه يا عادل عايزين نتفرج على برنامج هزقني وهزقك؟ ما انت اصلا مهزقة، احترمي نفسك شوية بقى سناء. عيب يا عادل تكلمني بالطريقة دي، انا عايزة برنامج هزقني وهزقك وهتفرج عليه بالعافية. يا سناء أول مرة تقولي كلام صحوح. يلا يا سناء اقلبي يلا بقى. ايه يا ماما جه البرنامج؟ كانت كل هذه الاحداث في برنامجكم هزقني ولا هزقك؟ انبسطتوا بقى انتوا بقى الوحشينات كلكم؟ اول برنامج خلص انا هخش انام. برمي يا وحشين. انا هروح لام ميرفت عشان تحكي لي على اللي حصل في البرنامج. اوعوا كده عاجبك؟ اول برنامج خلص اتبطلي تمسكي خدي الريموت كل التلفزيون كليه. اوعي الحمد لله هعرف اتفرج على البروجرام في هدوء. بروجرام نقطة نقطة في قناة الشلال. يا بابا أنا مش عايزة الشلال، أنا عايزة الكرتون. ياسمين يا حبيبتي ما ينفعش تتفرجي على الكرتون بعد الشلال، لأن الشلال ممكن ينقط على الكرتون فيبوش. يا بابا الحمد لله الواحد يعرف يتفرج براحته. حرب المياه. حرب؟ حرب إيه دي؟ الأنهار بدأت في الجفاف. حرب ازاي يعني؟ والآبار بدأت تنتهي، وبعد سنوات سوف تختفي المياه العذبة من كل كوكب الأرض. ازاي يعني المياه هتختفي؟ ما تسرفوش في استهلاك المياه، اعطشوا موتوا من العطش. اطفي ايه ده ايه ده؟ انت ازاي بتسخر من مشكلة نقص المياه العذبة؟ لا عذبة ولا متجوزة. بقولك ايه، انا مش عايز وجع دماغ. ايه ده التخريف اللي انت بتقوله ده؟ هو انا لازم اشرح لك كل حاجة؟ يا حبيبي مشكلة نقص المياه إنها لمشكلة قومية انترناشونال، لأن هي هتسبب قيام الحرب العالمية التاسعة بسبب نقص المياه، ومن الأفضل أن تفهم إن نص أو تلت سكان العالم هيموتوا. يا سلام، تلت سكان العالم هيموتوا في الحرب العالمية التاسعة؟ يعني ما ماتوش في الثامنة ولا في السبعة ولا في أي واحدة من اللي قبل كده، وهيموتوا في التاسعة بسبب شوية مية؟ أيوة طبعا، لأنها حرب معتمدة على الحياة أو الموت، حرب مياه. لا يبقى لعب عيال بقى، يعني تلاقي واحد مثلا أمريكاني ماسك مسدس مية بيرش واحد روسي، فالروسي متضايق فيقوم رشه بجردة المية على أساس إن رش المية عداوة. أنا أصلا ما ينفعش أقف أتكلم معاك لأن أنت في الطراوة اساسا. ماشي هاتيلي بس شويه ميه نرش بيهم الصاله كده. الميه تنقص. وبحذركم تاني، حرب المياه قادمه، وبكرر تاني عشان اكيد فيه ناس قفلت التلفزيون، احذروا حرب المياه. يا نهار ابيض، ده الحكايه تطلع بجد. طب لو طلعت بجد هنعمل ايه؟ اسعداوي فين المانجا يا عم؟ حر باشا، احلى واحد مانجا مع احلى شفشق ميه مشبره للباشا. شفشق ميه بحاله يا باشا، الميه كتير وببلاش، اشرب براحتك. ايه ده سعداوي يا باشا؟ دي المانجا كلها ميه يا باشا، ما احنا بنبيع ارخص عصير في القهاوي كلها، فلازم نحط 10% عصير والباقي ميه عشان ما رخيصه. طب ما تحط لي شويه ال 10% عصير دول في فنجان حتى بتاع قهوه. بقول لك يا باشا والنبي انا مش فاضي لهزارك ده خالص يا سعادة، عايزين نرش شويه ميه بره القهوه الدنيا حر. طبعا، ما الميه ببلاش. لو قلنا هلا الخرطوم الصغير هلا. سلك يا ايه ده؟ هو ده الخرطوم الصغير؟ امال الكبير شكله ايه؟ ده شبه الخراطيم اللي كانوا بيهدوا بيها خط بارليف يا ابني. بقول لك يا باشا والنبي سيبنا نرش شويه ميه قدام القهوه الدنيا حر يا عادل باشا. ده كده الدنيا مش حر، كده الدنيا مولعه وانت رايح تطفيها. ما يا باشا الميه ببلاش بقى وخلاص. يا ابني ما سمعتش عن حرب الميه؟ حرب الميه عارفها طبعا. ايه ده، انت شفت برنامج نقطه نقطه؟ شفت الا شفت. ما يا باشا النقطه الصغيره دي هي السبب في الحرب. يا سلام، ازاي؟ احكي لي. بص يا باشا،
حرب المايه دي حصلت عندنا في الشقه امتى بقى؟ لما غسيل ام عبده الالوان نقط على غسيل ام الابيض لمؤاخذه، ساعتها قفش على بعض يا باشا وقامت حرب المايه دي في الحته كلها. دي كده مش حرب المايه، دي كده حرب الغسيل يا ابني. يا استاذ عادل، ده احنا تعصرنا عصر في الخناقه دي، الموضوع اتنشر في الجرايد يا باشا. انت مش شايف المشبك اللي في وشي؟ مش شايف المشبك؟ امي واخويا راحوا المستشفى يا باشا في الخناقه دي. لا اكيد ما راحوش المستشفى بقى، اكيد راحوا المغسله عشان يتنشفوا. والله يا باشا هي دي بقى حرب المال اللي انا اعرفها. ما هو اللي زيك دول هم اللي بيطلعوا في الفضائيات ويخلوا الناس ياكلوا علينا عيش ويشربوا علينا ميه. قوم يا سعداوي قوم، انا غلطان بتكلم معاك. قوم. شكرا يا باشا. ولا ايه اللي انت بتعمله ده؟ حاطط خرطوم الميه جوه القدر يا خبي. اصبر شويه يا استاذ عادل، انا عارف شغلي كويس. شغلك ايه اللي انت عارفه كويس؟ ايه اللي انت بتعمله ده يالا؟ الحق عليا، ده انا بكتر لك الفول. انت كده مش بتكتره، انت كده بتغرقه يا بني ادم. انت يا استاذ انت ينفع كده؟ الفول كله ميه. ازاي الكلام ده؟ بص، لما فيش غير حبتين فول بالعدد، دول بقى اصطادهم ولا كلهم؟ بس انا بكتر لك وخليت من عندك حاجه تاني وهفرجك. عجبك كده؟ عجبك كده؟ اديك خسرتنا زبون اهو. املأ لك الجردلين دول ميه ميزو. ايه الميه دي كلها ومغرق ميه؟ بقول لك ميه كده، ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ مش بغسل العربيه بتاعتك زي ما انت قلت لي. انت كده بتغسلها؟ غسلتها ازاي يعني؟ شكلها لسه ما نضفش يا استاذ عادل، وغير كده شكلها لسه ما نضفش يا استاذ عادل. هو انت زي ما بتعيد الكلام بتعيد غسيل العربيه تاني ولا ايه؟ لا ده انا سيبت عليها الخرطوم ساعه بحالها، وبعدين سيبت عليها الخرطوم ساعه بحالها. ما انت كده سيبت عليها الخرطوم ساعتين، انت بتعملها انها غواصه مش عربيه. كفايه ميه كده، كفايه ميه. الله، وانت زعلان ليه يا استاذ عادل؟ ده حتى الميه ببلاش. لمطك دي اللي هتخليني امشيك وانتوا الاثنين من هنا. اعمل لي سندوتش طعميه اجري من عينيا. بلاش من عينيك معايا بالذات، عينيك ما تستخدمهاش معايا. انا بقول لك اهو. يا ابني ما سمعتش عن حرب المايه اللي هتقوم؟ لا انا سمعت عن حرب ايطاليا. يا ابني في حرب جامده جدا على المايه هتقوم، والناس هتموت بعضها على نقطه ميه. اتفضل. هات يا سيدي. ايه ده يالا ده؟ المايه دي كلها يا استاذ عادل، ده الزيت غالي، المايه ببلاش. انت بتقلي الطعميه بميه دي تبقى مسلوقه يا اهبل. يا سناء ايه المايه دي كلها؟ يا سناء ما تخلص امال. ايه يا عادل في ايه؟ انا براحتي يا حبيبي، اقعد امرش في نفسي زي ما انا عايزه براحتي. انت ضد النظافه ولا ايه؟ انا مش ضد النظافه، انا ضد الاسراف في الميه. حضرتك بتملي البانيو كله ميه، املي نصه، املي ربعه. ما استحمى في طشت احسن عشان تتبسط. وماله الطشت؟ الطشت ده احسن وسيله لتوفير المياه. الله عليك يا عادل، مظبوط الكلام ده، الطشت فعلا هو احسن وسيله لتوفير المياه المضمحله. رانيا بطلي هبل يا رانيا. هبل؟ هبل. ايوه اقصد هبل. ايه بقى تقصدي؟ ايه انت تقصدي يا رانيا؟ توتي معليش عليك لعلمك، انا كنت عايزه اقول لك ان انا الكلام ده قريته في كتاب علم التشطيات. غريبه قوي، انا عمري ما سمعت عن الكتاب ده. انا بقى سمعت عن الكتاب ده، الكتاب ده بتاع الاستاذ الكاتب العالم الكبير الاستاذ سلامه الطشطوشي. صحيح، برافو عليك. قول لها بقى يا بيبي مكتوب ايه في الفصل الثالث مكرر. الفصل الثالث مكرر، اللي هو بعنوان الطشت قال لي يا حلوه قومي لو سمحت استحمي. دماغكم انتوا الاثنين طاشت، انا هخش اشاور شعري ما اضيعش وقتي معاكم. يا باي يا سناء، هنا انا خلصت الدش بتاعي. خلصت الدش بتاعي. خلاص انا هخش اخد الدش بتاعي. خش يا ستي، ما حدش منعك. ده ايه البيت الغريب ده؟ انا مش فاهم ايه شوطه الحموم اللي جات للبيت ده كله مره واحده كده. باي باي باي. ايه ده بالعوامات كده رايحين على فين ان شاء الله؟ رايحين معهم في بيسين نادي المياه. نادي المياه؟ هما سموه المياه عشان غرق قبل كده ولا ايه؟ لا طبعا يا ابي، هما سموه كده علشان شهير بالالعاب المائيه. الالعاب المائيه، يعني اللي هو زي كره المياه وزي هوكي الميه وزي تنس الميه. بيبي على فكره انا كنت بلعب في النادي ده وانا صغيرين. وانت صغيرين انت اي حاجه كنت بتلعبي فيها وخلاص يا رانيا؟ يا حبيبي انا كنت بطله النادي في لعبه الشطرنج المائي. الشطرنج المائي؟ ده اكيد بقى الملك مش بيموت مخنوق، اكيد بيموت غرقان. ويا عادل بقى العك اللي انت بتعوق كلها يا حبيبي، كان في قواعد للعبه بتقول ان الملك هو الوحيد اللي بيعرف يعوم. امال مات ازاي يعني؟ مات مبلول؟ بابا انا عايزه اروح اعوم في نادي المياه. حبيبتي ما حدش هيروح يعوم في المية، خلاص احنا كده ده يعتبر اسمه اسراف في المية، بنستخدم المية عشان نعوم فيها، مفيش عوم. يا بابا انا عايزة اروح نادي المياه بقى. مفيش نادي مياه، والنادي ده بقى لعلمك انا هجففه هنشفه. شعير مش
معقول جو بو با سا سي با ان دوش. ايه في ايه تبزعق ليه؟ انا مش عارف اخد دوش بتاعي. دوش ايه بس اللي هتاخديه؟ انا مش فاهم. ما انت اصلك يا حماتي ايدك في الميه بتاعت البانيو مش حاسه باللي بيحصل. يا سلام، مش انا دلوقتي انا بملى البانيو عشان انا اخد بانيو. بانيو تاني، بانيو تاني. ايه يا ابني بتزعق ليه؟ بتزعق ليه يا ماما؟ ايه جردل الميه ده ومغرقه نفسك كده ليه؟ في ايه؟ انا كنت بمسح السلم انا ومرفت. يا جماعه حرام عليكم، الميه اللي انتوا بتضيعوها كمان على السلالم، معقوله يا ماما؟ عادل الملك يا بيبي. يا حبيبي ايه انت في ايه مالك؟ انت شكلك بقى عندك هواجس مائيه منهمره من نفوخك. يا اخوانا انتوا اصلكم ما انتوش فاهمين. انا الاول ما كنتش مقتنع بالبرنامج بتاع نقطه نقطه ده، بس بعد اللي انا شفته من الناس وبيضيعوا الميه قد ايه اقتنعت تماما. اسمعوا يا اخوانا، اسمعوا شوفوا الراجل ده بيقول ايه. والله بيقول حاجات مهمه جدا، اسمعوا. ما تسرفوش في استهلاك المياه، اعطشوا، موتوا من العطش.